وللحديث أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد حاتم الراوي. أهلا بكم سيادة العقيد. بداية، دبلوماسيون غربيون يقولون أن موسكو تتراجع عن تفاهمات سوتشي حول الدستور. برأيك هل هي مقدمات للانسحاب من باقي التفاهمات حول حل الأزمة في سوريا وعلى رأسها اتفاق سوتشي الخاص بإدلب؟ سلامي لك أخي الكريم وللسادة المشاهدين. روسيا في سوريا ما كان مطلوب منها وما تعهدت به هو القضاء على الثورة بشكل نهائي وتأهيل النظام من جديد وتسليمه كامل للبلاد خلال 3 أشهر، واليوم هي في السنة الرابعة. روسيا الآن إذا يعني ركزنا الحديث حول إدلب بالذات، يعني لا يكفي روسيا، وستكون روسيا خاسرة جدا ومهزومة بالأحرى في حال عدم جعل النظام يسيطر على إدلب، لأنه بذلك يكون حتى نصر النظام أو نصر في سوريا هو نصر منقوص. وبالتالي عندما لا تنتصر موسكو أو روسيا عسكريا في سوريا فلن تكون قادرة أو لن يسمح لها بالانفراد بالحل السوري، أو حتى يعني أنا أذهب إلى حتى ليس الانفراد بالحل السوري، أذهب إلى حتى المشاركة في الحل أو أن تكون فاعلة في الحل. بالوقت الذي أن روسيا دخلت وغامرت هذه المغامرة وخسرت خسائر كثيرة واستخدمت الفيديو 12 مرة يعني عزلت عن المجتمع الدولي إلى حد كبير، مقابل ماذا؟ هي تريد أن تكون أموال إعادة الإعمار في سوريا بحوزتها أنت يعني تسند إلى هذه المهمة التي يعني تحلم بها روسيا، وتريد أن يبقى نفوذها في سوريا بإبقاء الأسد. سيادة العقيد إذا سمحت لي ننتقل إلى نقطة أخرى وهي القضية التركية أو تركيا في سوريا. أمس بدأت القوات التركية بسحب السلاح الثقيل من الفصائل المعارضة في إدلب. كيف ترى موقف هيئة تحرير الشام من الخطوة التركية؟ وهل يمكن أن تدخل القوات التركية في مواجهة مع هيئة تحرير الشام خاصة في ظل قضية نزع السلاح الآن؟ بالنسبة لهيئة تحرير الشام، الحقيقة أن هيئة تحرير الشام هي العقدة الحقيقية في هذا الموقف، فهي الأقوى عسكريا على الأرض والدولة الوحيدة القادرة على فكفكة ويعني تفكيك هيئة تحرير الشام هي تركيا، لأنها هي التي تعرف مواردها وتعرف داعميها وتعرف طرق إمداداتها. لذلك يعني أنا أرى إلى حد الآن يعني يفصلنا اليوم عن اللقاء الثاني أقل من أسبوع، يعني أسبوع بقي على الموعد الآخر لتثبيت هذا الاتفاق. هذا الأسبوع غير كافي على الإطلاق لإيجاد الحل لهيئة تحرير الشام، فهيئة تحرير الشام هي مستعدة للاقتتال البيني بينها وبين باقي فصائل الجيش الحر، وهي التي تعطي المبرر لروسيا أن تناور أو تنسحب عن الاتفاقيات. يعني هنا نأتي لهذه النقطة، ماذا لو صح حديث الغرب في حديثهم عن محاولات روسيا التنصل من الاتفاقيات ومنها سوتشي بشأن إدلب؟ كيف ترى وضع المعارضة عسكريا في هذه الحالة؟ تماما، يعني روسيا الآن تناور وتحاول الانسحاب من التزاماتها بحجة هيئة تحرير الشام، والمبرر هذا مبرر منطقي ومعقول، لكن أيضا يقابله من الجانب الروسي تخبط غير طبيعي. فمثلا البارحة أمس وأول أمس روسيا تنقل معدات ثقيلة إلى البوكمال إلى أقصى سوريا في الشمال الشرقي، وهذا يعني عبارة عن اقتراب واحتكاك مع القواعد الأمريكية الموجودة في على الضفة اليسرى من نهر الفرات. فيعني أنا يعني أرى أن روسيا تتخبط تماما الآن في سوريا وقرارها غير مستقر، لذلك لابد من توسيع الاتفاق إلى اتفاق دولي يتعدى. هذه النقطة حضرتك فتحتها وهي قضية دخول ألمانيا وفرنسا. هناك مساعي الآن لإدخال ألمانيا، محاولات تركية طبعا لإدخال ألمانيا التي تمثل الاتحاد الأوروبي على الخط في اتفاق سوتشي. هل تعتقد أنه كان لهذا الغرض، أي
أن هناك احتمالية ربما أن تنسحب روسيا من الاتفاق، وبالتالي يجب أن يكون هناك دخول دولي لكي يلزمها بالبقاء؟ يا سيدي الكريم، يعني نحن إذا توسعنا قليلا نجد أن القطب الأوحد الذي هو أمريكا هو الفاعل وهو صاحب الدور الأساسي وهو الذي يوعز لكل أن يأخذ دوره. وأمريكا نصبت فخ كبير جدا لروسيا وأغرتها بدخول سوريا وورطتها فيه، والآن كل ما يدور الآن هو عبارة عن سحب البساط من تحت أقدام روسيا وجعلها تتخبط أكثر في سوريا، وما توسيع هذه الدائرة إلا لخنق روسيا أو تهميشها على الأقل. العقيد حاتم الراوي الخبير العسكري السوري، شكرا جزيلا لك.